إن الأهداف الكبرى لسياساتنا على مستوى الحكومة في هذا المجال تصبو بالدرجة الأولى إلى إعداد مخطط توجيهي وطني وبلدي خاص بتسيير المخاطر وتوفير بيئة صحية ونظيفة. في هذا الصدد نوهنا في العديد من اللقاءات والمناسبات على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات الإقليمية في هذا المجال، والذي يقتضي تفعيل آليات جديدة ومبتكرة من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات، وسيتم تزويدها بإطار عمل منظم يهدف إلى إعداد مخططات محلية لتقليص أخطار الفيضانات الموجودة.